الرحمن الرحيم. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، الدور تستغيث، الأطفال يستغيثون. 10 فتاة من الأطفال من 3 ساعات لم نستطيع إخراجهم، قربان الموت، قربان الأسد، تحتضن أرواح في مدينة دير الزور. وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم؟ وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث، فلن لنا من مغيث. لا تردون على الحكام العرب، كلهم خونة، كلهم باعونا. إحنا بنات أمة محمد، أعراض بنات أمة محمد يستغيثون. يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله، بآليات بسيطة ما قدرنا ننقذ 10 أطفال تحت الأنقاض، ما قدرنا ننقذ. شوفوا كل هالشباب، الأخيرة ما في عندنا شباب، بس نريد ناس تعيننا، نريد مال، نريد سلاح، نريد معونات تكفي بيتهمنا. بيتهمنا استحوا على حالكم، استحوا على شرفكم يا حكام العرب. بنات أمة محمد تنتهك أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنحر النساء والأطفال بالشوارع، ينحرون الشباب بالشوارع. الشيعة أجوا، الحرس الثوري أجا على الدار. وينكم؟ وينكم؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا قاعدين تخزنون الأسلحة، وينكم؟ أمتى تبعثون السلاح؟ أمتى؟ شكون تستنون؟ شكون تستنون؟ لا تشوفونا مجردات بالشوارع، لا تشوفونهم ينتهكون أعراضنا. الأمت الأمت، هذا السكوت حرام عليكم، حرام عليكم. قتلى بالمئات وجرحى بالمئات، وما في كادر طبي. والله العظيم يا أطباء دير الزور راح تتحاسبون، أقسم بالله راح تتحاسبون. والله العظيم راح نعلقكم قبل بشار وأزلامه، أقسم بالله العظيم أسماءكم مسجلة والتاريخ سجل، والكل يشهد عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حكام العرب. يا أبشم عليكم، ما بيكم نخوة ولا بيكم حمية ولا بيكم يقول لا واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وينكم يا مجاهدين الأمة؟ وينكم يا شباب الأمة؟